كيفية الاطلاع على الإعلانات على نظام إدارة التعلم بلاكبورد. يقوم أحياناً أعضاء هيئة التدريس أو المسؤولون على نظام إدارة التعلم بلاكبورد بنشر بعض الإعلانات التي من شأنها إعلام الطلاب ببعض التعليمات أو التوجيهات للإطلاع عليها والعمل بها. يمكنك الإطلاع على الإعلانات على نظام إدارة التعلم من خلال الضغط مباشرة على المزيد من رسائل الإعلام من الصفحة الرئيسية، أو من خلال فتح قائمة التنقل العام ثم اختيار أدوات ثم الضغط على رسائل الإعلام. ستظهر لك صفحة رسائل الإعلام، أي الإعلانات، والتي يوجد بها كل الإعلانات الخاصة بالجامعة أو المقررات الدراسية ومنتديات المجموعات. يمكنك تخصيص إظهار إعلانات المؤسسة فقط أو المقررات فقط أو المنتديات فقط من خلال اختيار أحدهم من القائمة المنسدلة بالأعلى ومن ثم الضغط على الانتقال.